صباح الخير يا بابا. هلو ريكو. حنان روحي. طلعت روحك يا روحي علي، ربنا يخليك لامك. جيت امتى من اسكندريه؟ النهارده الصبح يا حياتي. وعملت ايه في مسابقه الرقص؟ كارثة يا حنان كارثة. تصوري كان المفروض اني اطلع الاول، لكن البنت سوزي والبوي فريند بتاعها يروحوا يدوا رشوة لجنة التحكيم واطلع التاني. معلش ولا يهمك، تعيش وتاخد غيرها. ما انا ما سكتش وحياتي. عملت ايه؟ رحت قدمت شكوى لرئيس مجلس المدينة. معلش المرة الجاية وبدخل لهم المباراة وانت لابس من الجيب. لا يا انكل، انا كنت لابس شميس بالدنتال. يا انا فوق. لو مؤاخذة لازم امشي دلوقتي، بس يبقى خلينا نشوفك. الله، احنا مش هنسهر سوا؟ معلش عندي مشوار مهم لازم اعمله، وبعدين هروح النادي اتفرج على ماتش ملاكمة. طب ما تروحي يا حبيبي وياه تتفرج عليه. انا طنط اتفرج على ملاكمة؟ انا اشوف بوكس؟ بقى ريكو اللي مليان رقة وحنية يتفرج على البوكس؟ اسم النبي حرصك وصينك، بوكس؟ ده كان يعملها على روحه. طب سعيدة بقى. استنى يا ريكو، أنا جايب لك هدية حلوة علشانك. ميرسي يا أنكل. صباع روج أحمر شفايف. طب سعيدة يا طنط. مع السلامة يا حبيبي، يبقى بص لي ماما من هنا ومن هنا. حاضر. شايف بتعامله إزاي؟ بنت عندها نظر زي أبوها. يا فهمي، أنت آخر واحد يتكلم. أنت بتخلينا أتكلم خالص. مش كفاية الديون اللي حطيتنا فيها. أعمل إيه؟ اتجوزت واحدة وما كنتش عارف انها مولودة ببرج التيس. يبقى حنان لازم تتجوز ريكو قبل ما يعرف ان احنا على الحديدة. البنت لازم تعيش في المستوى اللي عايشة فيه. انا عندي انها تتجوز راجل تاكل معاه دقة وملح احسن ما تتجوز سريكو ابو رموش عيلة. يا فهمي سيبني ارجوك، دي بنتي وانا عارفة مصلحتها كويس. اتصرفي زي ما انت عاوزة. يا عيني عليك يا ميلي بتاعتك يا حنان يا بنتي، هتتجوزي انتهاية. ايه؟ انت بتكلمني؟ لا انا بكلم روحي. من جوه من جوه. ايه؟ سرحان في ايه يا اخ؟ بقول يعني ما دام الحمد لله طلعت مش مغشوشه ولا هياش متجوزه، يبقى الواحد يتكل على الله ويخطبها ويستريح. في ايه؟ عايز تروح تخطب واحدة من غير ما تعرفها وتعرفك؟ من غير ما تحبها وتحبك؟ انت فاهم نفسك عايش فين يا ابني؟ في العصر الحجري؟ طب ما احنا هنعرف بعض بعدين. ما ينفعش! الكلام ده كان زمان، ايام جدي وجدك. النهاردة لازم يكون في حب، أو على الأقل استلطاف بين العروسة والعريس قبل ما يروح يخطبها. ثم مش جايز تكون مشغولة بواحد تاني وترفضك وتخلي رقبتك قد السمسمة ويجي لك منها صدمة شك. مظبوط، عندك حق يا سامي، عندك حق يا أخويا. أنا مش عارف من غيري كنت هتعمل إيه يا مسكين. المهم دلوقتي قولي هتصرف إزاي؟ نستعمل معاها أي طريقة من الطرق المعروفة في العالم كله، أكيد واحدة منهم هتضرب والبنت تتعلق بيك. لكن أنا معرفش ولا طريقة من دول. غلابة غلابة. نهايته بكرة بعد ما نخلص شغل في المكتب قابلني قدام باب النادي وأنا بقى هقولك تتصرف إزاي. إيدك بص. أول ما تشوفها بتركب عربيتها وتتحرك بيها تروح أنت معدي من قدامها. طب ما هتخبطني بالعربية. مش مهم، خبطة بسيطة ما تأثرش. وبعدين هتروح هي نازلة من عربيتها مخضوضة تعتذر لك وتستسمحك. وبعدين تروح أنت باصص لها والدموع في عينيك وتقول لها خلاص يا مادموزيل، حتى لو كان عمري هو الثمن أنا مسامحك. وبعدين طبعا مش هتسيبك في الحالة دي وهتاخدك معاها في العربية عشان توصلك. وفي السكة بقى عليك الباقي. يا ريت يا سامي يا ريت. يلا يلا تعال خش. بالك
فين بيوجعك؟ هنا. هنا؟ وهنا كمان. وهنا كمان؟ حمود! في ايه تاني؟ هنا كمان بيوجعني قوي. وبعدين معاك بقى. انقذيني بقالك الاجر والثواب عند الله. ايه 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 ولا مجدي. ايه؟ يلا يا واما هي خارجه اهي. شد حيلك. أي 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 حضرتك أعمى وما بتشوفش. إيه؟ وقايل ذوق وما بتفهمش كمان. النظام ما نفعش. إيه؟ عندك قدامه ده مش على الرصيف. هي بلاوي تليح جتت ولا ايه؟ وانت مالك منك له؟ ماله ده ايه؟ اما لمت صحيح. انت قد الحركه دي؟ ده انا تعبكوا قوي. يا بيه يا بيه يا فتاوي مالكش دعوة انت يا فتوى بيه. اسمعني بس. روق روق. معايا بنت ساكت. بلاش نماضة. شيل بسرعة يا اخي. الكسل ده. سلامت سلامت. نحب نتعرف. الأنسة اسمها ايه؟ أمل وسام ده ابن عفريتة صحيح. لحق يبعته بسرعة. أيوة مظبوط. نحب نتعرف. يا أستاذ. أنت يا أستاذ أنت. إيه يا فندم الحركات الهايفة بتاعتك دي؟ حركات يا جدعان؟ لو ليك أخت حلوة وزي القمر شبه المدموزيل كده، ترضى واحد لوح زي حضرتك يعكسها؟ أما ليه الأدب صحيح. يظهر الكلام ما بينفعش معاه. مرضون انا مضطر اضربه. حاكم فيه نوع، ان ما كانش ينضرب ما يعرفش الواحد هو بيقول ايه. عن اذنك انا رايح اضربه. هيقع. ما بتقعش ليه؟ ايه ايه؟ اتخذت الحكايه جد ولا ايه؟ يا خرابك يا جدع. اختشي ما صحش كده. هزودك 5 جنيه. هزودك 10 جنيه وصلي على النبي بقى. خمسه جنيه ما ينفعوش ابدا. ده انا اقل خناقه باخد فيها 15 جنيه. خلاص يا عم خليهم 6. ربنا يخليهم لك. وشرفك بالطريقه دي ابقى دافع 2 جنيه من جيبي. اصل صاحبي ده غلبان وعلى قد حاله. ومالهم دول بيجروا ليه؟ يظهر ان في خناقه هناك. الله تعالى نتفرج. يلا بينا. يخرب بيتك يا سامي. أوه.
ايه ده؟ حرام عليك، هو كان قدك. الله اكبر. اضرب كمان والنبي اضرب اضرب يا جدع انت، اضرب بقى ما تضيعناش، اضرب 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 اضرب. عجبك كده؟ اهي ماشي اضرب. عم بلوي. ايه مش سامعني وانا بندى عليك يا بيه؟ انا دهري انكسر من كتر الشيب. خلاص عنك ما شلت، راجل كسلي صحيح. اعوذ بالله، ده يا في كسلك. تعال يا حبيبي. تعال يا عيني. استنى استنى. تعال يا روح يا عيني. تعال يا حبيبي. تعال. يا قليل الادب. ما دام الحكايه بتحصل كل يوم بالشكل ده، ما يجيبوا لهم ونش ويحطوه على باب العمار. هنا فين؟ سامي، انا مش عاوز اتجوز وربنا يخرب بيتك. اسكت خالص، بكره حلها ربنا. لا بكره ولا بعده، انا مش عاوز اتجوز وربنا يهد حيلك. انا عندي حته فكره، الطريقه 707 هي اللي هتخلي البنت تحبك. كفايه بقى بالمعروف. جسمي اتهرى من افكارك. طب استريح استريح، بعدين نتكلم. لازم بقى بتفكري في حاجة. أيوة يا بابا. كنت بتفكري في إيه؟ هو هيكون في سريكو. لا يا بابا. الحمد لله خليتيني أتنفس. أنا كنت خايف لا تكون الست والدتك شقلبت لي دماغك ولا حاجة. يا بابا ريكو بالنسبة لي ابن خالتي وبس. ما هو دي المصيبة واستسلمنا لها. خالتك عملتها وخلفته، لكن كنا نتجوزه لتبقى فاجعة ويا لهولها. ما تخافش على حنان يا بابا. يا روح بابا. أيوة كده، أنا عاوزك تطلعي راجل زي أبوك. قولي لي بقى، كنت بتفكري في ايه؟ في مشكلة واحدة صاحبتي. مشكلة عاطفية؟ أيوة يا بابا. طب ما تقولي عليها يمكن أقدر أحلها. أمال ده شاب من شوية. في شاب هيموت نفسه عشان يتعرف عليها. إزاي؟ مرة رمى نفسه قدام عربيتها. لا ساتر يا رب. ومرة تانية عشان يلفت نظرها عمل خناقة وبسببها كان حتة علقة. لا ده لازم صواميل مخه سايبة. وليه ما يكونش بيحبها؟ إذا كان علشان يتعرف عليها عمل كل ده، يقبع عبال ما يتجوزها، الله يرحمه بقى. لو النبي يا بابا، اتكلم جد. يظهر إن صحبتك دي تهمك أوي. طبعًا، ما شفتنيش قاعدة مشغولة بيها إزاي؟ قولي لها إذا كانت هي متأكدة من إنه شاب مخلص وله مستقبل، مش لازم تضيعه من إيدها، حتى إذا ما وافقتش أمها. يا نهار زي بعده يا الطف الله، انت صحيتي تاني؟ مع اني حطيت لها ثلاث حبايات مخدر في كوبايه اللبن. انت يا فهمي. ايوه يا جاي. اسمع، ما فيش شيء، البيت ده لازم يحصل فيه انقلاب. صاحب الحظ سعيد، التذكره رقم 36. نمرتك كام؟ نمرتك كام ها؟ دانا دانا انا اجدي. دي
دي فرصة سعيدة جدا. أنا والله العظيم مش مصدق نفسي. تصوري حضرتك الواحد بشعوره لما هما بيضحكوا عليه. أما نسمع ده ذوق صحيح. غريبة يعني إن الواحد ياخد جايزة. تصوري حضرتك يعني وبعدين بقى الحكاية أصل إيه؟ أصل يا ستي الحلاوة مش حلاوة الوش، الحلاوة حلاوة القلب. ثم إيه دي خلقة ربنا، عامل فيها إيه؟ أنا قصدي على الحفلة ورايح فين يا أستاذ مجدي؟ مكاني مش جوه. إزاي وأنت الفايز؟ لا قدام الناس بس، لكن بيني وبين نفسي خسرت كل حاجة. ليه بتقول كده؟ أعمل إيه؟ إذا كانت الظروف بتساعدني من ناحية وحظ النحس بيعكسني من ناحية تانية، وأنا بين الاتنين مش قادر أعمل حاجة. تعرف إنك إنسان غريب؟ يعني بحب. أنت بتحب الإنتحار. أنا؟ مرة رميت نفسك قدام عربيتي وكنت عدوسك، ومرة تانية عملت خناقة بسببي من غير لازمة، واجيك شفت اللي حصل النهاردة. ايه الحكاية بالظبط؟ غصب عني. ليه؟ لأن يوم ما قلبي حب لقيت المسافة بينه وبين اللي بيحبها بعيدة قوي، قلت أقربها بكل اللي عملته لكن ما قدرتش. تفتكر فيه في الدنيا كلها واحدة تستاهل حب بالشكل ده؟ انت يا حنان. صحة الحب. أنا مش مصدق نفسي. عيب، ده أنا سامي اللي مفيش عقدة عاطفية تقف قدامه. يا جامد يا فظيع. والله والله لو ليك مزاج تتجوز مارلين مونرو الله يرحمها أنا مستعد أجوزها لك. قلت إيه؟ لا يا عم، حنان وبس. ابني طول ما أنا جنبك ما تحملش هم أبدا. طب إيه رأيك؟ مش هكلم الوالد والوالده واخواتي علشان يجوا معايا ونروح نخطبها؟ تكلم مين؟ ايه العيله يعني؟ ارجوك. ايه؟ ارجوك كفايه. ايه؟ كفايه ما تتكلمش كفايه. في ايه؟ ايه في ايه؟ انا يستحيل اسمح لك ترتكب الغلطه الشنيعه دي، يستحيل. كفايه اللي حصل لده. مين ده؟ عزيز. عزيز مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. خمس سنين وهو على الحالة دي، لا يكلم حد ولا حد يكلمه. أنا هقول لأ وهتمسك برأيي، وده من حقي. مفيش بنت بتتجوز غصب عنها. برافو، هو ده احسن حل. غلط 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 غلط. ليه يا استاذ سامي؟ حنان يا بنتي، من السهل انك تقولي لا، لكن مش من السهل ان والدتك توافق على رايك. وجايز جدا تتمسك برايها اكتر واكتر وتحط لكم عقبات ملهاش اول ولا اخر، خصوصا ان والدتك شخصيتها قويه زي ما فهمت منك ومن مجدي.
طب والعمل يا استاذ سامي؟ احنا لو ساكتين كده هنسيب والدتها تتصرف زي ما عايزه. انا بفكر في مشكلتكم ليل ونهار، وبعد دراسه دقيقه وتحليل للموقف ما لقيتش قدامي غير حل واحد مالوش تاني، هو اللي هيسهل كل العقبات اللي قصادكم ويجيب المأذون لحد عندكم ويخلي والدتك يا انسه تقول لكم في عرضكم اتجوزوا بعض. الحقني بالحل على المعروف. تعال اقعد. طب والحل؟ ايه هو الحل ده؟ فضيحه. عايزين فضيحه. فضيحه ايه؟ فضيحه زي اللي عملها فكري. فكري مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. وده ايه حكايته يا استاذ سامي؟ شد حيلك، انا هستنى جنب التليفون عشان اجيب المأذون والشهود واجي. كان نفسي يا سامي انا وانت نتجوز في يوم واحد. لا صاحبي، انا لسه بدري على بال ما الاقي الانسانه اللي تستاهل قلبي وحبي وخبرتي الكبيره في عالم النساء. انا مراتي يا صديقي العزيز لازم تكون حاجه تانية خالص، اي واحد يشوفها يحلف انه ما شاف جمال زيها في البلد كلها. الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. لازم كسبت البريمو. بريمو مين يا ترسو؟ أنا جوزت اتنين لبعض. إيه؟ مجدي فين؟ مجدي راحلك. مصيبة يا أستاذ سامي مصيبة. ليه؟ أنا الليلة دي مش هنام في أوضتي. أمال مين اللي هينام؟ واحدة تانية. واحدة تانية؟ يا نهار أسود، تعالي بسرعة تعالي، رحنا في داهية. خير يا اخ. اهلا وسهلا، مساء النور. طالع انهي دور؟ الدور الثاني. الثاني؟ كويس، ربنا معاك. تشكر اخ. مسكين، انت ليه عايز تتجوز زي حالاتي؟ عشان نفس اللي اتفقنا عليه. جميل. انا اللي بحبك، اللي بيموت فيكي، بيعبدك. انا اللي جاي لنادي قاتل يا مقتول عشان اتجوزك. امال عريس، عريس يا بوي، عريس يا بوي، عريس، عريس يا بوي. يا يا امال يا ست، عريس يا بوي. يا رب بركاتكم يا اولياء الله الصالحين. اطلب
المأذون يا فهمي بيه عشان يجي يتستر على الفضيحة اللي حصلت دي. فضيحة ايه بس؟ انا لا يمكن حسكت على الاعتداء ده. ياه قفشناك مع بنتي في اوضه النوم والدنيا ليل وضلمه كماني وتقول لي فضيحه ايه دي؟ وبصني كمان يا ابوي. انا بوستك يا عم وقعتك مهببه. هو قال لي كلام يدوخ. انا دايخ يا ابوي. ليلتك منيله ب60 نيله كماني. والله العظيم مظلوم بريء بريء يا بيه والله بريء. ولا كلمه. هتتجوزها ولا هتشاهد على روحك؟ اتشاهد على روحي احسن. ايه حصل ايه؟ عريس. عريس مستطوه ازاي؟ العبوا يا ابوي. ضخوا بس ما تعوروش يا ابوي. انا عايزاه سليم يا ابوي. مش ممكن يسيبه واصل. بس انا خايفه لا يكون حرامي ودخل يسرقنا. حرامي حرامي هو احنا لاقيين. خلاص قتلوه؟ لا يا بنتي ده نفد بجلده. على فكره انا ووالدتك موافقين على جوازك من المهندس مجدي. صحيح يا ماما؟ طبعا صحيح يا حبيبتي. ده عنده شهاده وله مستقبل. مش كده برضه يا سي فهمي؟ تمام. خليه في يوم من الايام مع عائلته علشان نتعرف عليهم. مساء الخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا ابني بتيجي على الريحه؟ بركاتك يا حسين. ايدي ده عريس بنتي انا. حصل لك زي ما حصل لعبد الشكور. عبد الشكور مين؟ ده واحد صاحبي، انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. ده عملت ايه بس انا كده؟ يا رب يا رب. انت المجرم؟ انت القاتل؟ حضرتك؟ حضرتك القاتل؟ قاتل التاريخ؟ انت المجرم اللي بيحفر الارض ويحطم مقابر عرايس النيل؟ عرايس يا فندم، بتكلم كويس. فين الورقة؟ فين الورقة؟ اسمه سامي، سامي فؤاد من المنيا. مين حكاية المنيا دي اللي كشفت كل حاجة؟ اكتشفت ايه يا فندم؟ مؤامرة. مؤامرة؟ المهندس ده من المنيا، يعني من نسل الأسرة التاسعة. والأسرة التاسعة كان بتحقد على الأسرة السادسة اللي أنشأت مقبرة عروس النيل. ودلوقتي بعد آلاف السنين يجي واحد من سلالتهم يتم رسالة أجداده؟ إنما ده بعده. في المهندس؟ المهندس؟ هو اللي هناك يا فندم. متشكر. يا مجرم، يا قاتل، يا محطم التراث الإنساني، يا لص الخلود، يا عميل الأسرة التاسعة.
فهمني انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز امنع اكبر جريمه في التاريخ، عايز امنع مغفل زيك من تحطيم الخلود. خلود ايه يا اخي؟ ناوي اسيبني؟ اسيبك؟ اسيبك ازاي؟ اسيبك تحطم على عايز النيل؟ عايز نيل ايه؟ اوعى يا راجل مجنون انت؟ يا ناس يا هو ما تحوش الراجل المجنون ده؟ أنا مجنون يا محطم التراث الإنساني، أنا مجنون؟ أيوة مجنون. معلش يا فندم، هو خلاص هيبطل حفر. أبطل حفر إزاي؟ خلاص 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 خلاص، وأنا هجيب أمر بعدم الحفر، هجيب قرار وزاري. كلام صح يا فندم، وأنا هفضل أنا أهو علشان ما حدش يحكي كده. أنا متشكر، ما تعرفناش ببعض. أنا الدكتور حسن، عالم الآثار ومكتشف أسباب حوى العينين تحتمس الثالث، ودي تلمستي لسكرتيرتي ليلى عبد الواحد احمص. تشرفنا. انا فؤاد. فؤاد رمسيس يا فندم. تشرفنا. متشكرين يا فندم. مع السلامه يا فندم. ايه الحكايه رمسيس؟ فهمني. يا عميل الاسره تسعى. تسعى ايه وتمنن ايه؟ اوه مش وقته. ابتدي الحفل. يلا. ادخل. بسمع يا استاذ لما اقول لك. المساله مش فارقه، فاهم؟ عمل ايه تاني الراجل بتاع الجاز؟ انا بتاع الجاز، انا سامي فؤاد، في حاجه تانيه؟ انت خدعتيه، انت نصاب، انت كداب. انا مش عاوز شتيمه، انا جاي احذرك ان انا مدي امر العمال، اي حد منكم يقرب من موقع هيتحدف في البحر. بحر ايه يا معتدي على اجدادك؟ يا عميل الاخر. بطل شتيمه، المساله مش هزار. طبعا مش هزار. وعاوز افهمك حاجه، لو ما لقيناش البريمه هبلغ البوليس. بريمه ايه يا جدع انت؟ اللي حضرتك سرقتها. اخص عليك يا قليل الحياه، انا سرقت البريمه؟ لا العفاريت. يمكن. حصل ايه في البير بتاعت الجاز؟ اتردم. اتردم؟ البريمه اتسرقت وبير الجاز اتردمت؟ البريمه اتسرقت وبير الجاز اتردمت، البريمه اتسرقت وبير الجاز اتردمت، البريمه اتسرقت وبير الجاز اتردمت. ليلى انت معايا؟ البريمه اتسرقت وبير الجاز اتردمت، البريمه اتسرقت وبير الجاز اتردمت. دكتور عرفت. كبسوس فانتوس. كبسوس فانتوس. كبسوس فانتوس. فانتوس. كبسوس فانتوس. بس يا راجل يا ملحوس. مبروك يا فندي. ده انت وقعتك سودا. ده انت وقعتك مهببه. مهببه؟ انا مش هرد عليك. المساله تطورت. تطورت جدا. فكرك هيعتقوك. اما مين دول؟ اجدادك الفراعنه. فكرك هيسيبوك تعبس بمقابرهم؟ فراعنه ايه ومقابر ايه؟ انا جاي احذرك من حاجه يا استاذ، اللي هيقرب من المنطقه اللي انا فيها هقطم رقبته. طيب. انت متاكد انهم عفاريت؟ طب مش بسم الله الرحمن الرحيم، يبقوا مين بقى؟ انت ما سمعتش عن لعنه الفراعنه؟ سمعت. طيب. ايه عملت ايه؟ رحت الراجل المجنون بتاع الاثار وقال لك العفاريت برضه. يا رئيس فشوان، انا عاوز راجلين جدعان يحرسوا الموقع الليله ولا يغمضوا. حاضر يا باشمهندس. اسمع يا عبد الله، انا عايز اثنين ضروري النهارده عشان يحرسوا الموقع. لا العمال مش عايز كده يا عبد الله، يعني مفيش فايده. ما تاخذنيش يا باشمهندس، الرجاله خايفه. خايفه؟ في رجاله تخاف؟ شوف لي راجلين زي ما قلت لك. مش راضيين. يتفضلوا روحوا في 60 دقيقه. باشمهندس احنا غلطانين، اللي بيشعل وسط الاثارات، احنا مش قد لعنه الفراعنه. مفيش حاجه اسمها لعنه الفراعنه يا غبي. اتفضل مع السلامه انت كمان. ايه كده؟ انت حر. رايح فين انت كمان؟ ماشي. الله، مش عايز تقعد لوحدك؟ خليك هنا بلاش دلع، لما اشوف اخرتها ايه. والله انا قلبي مش مطمن الحكايه دي خالص. اوه اوه اوه. مش انت بتاعت الجاز؟ انت بتاع الجاز. طيب انا بتاع الجاز، انت مين وجايه هنا ليه؟ جايه عشانك. عشان انا؟ طيب مش نتعرف ببعض قبل؟ انا سامي بتاع الجاز، وكمان عارفه اسمي. حاجه حلوه خالص. طب وسيادتك اسمك ايه؟ هميس. ايه؟ هميس ست حط ست نفر ست اتون. مش معقول، مفيش حد اسمه كده في الدنيا. هميس هميس هميس. عايزه مني يا ست هميس؟ انت. انا؟ لا يا ظاهر المساله هتطول. تعالي تعالي تعالي.
قولي لي بقى مين اللي بعتك؟ اتون اله الشمس ابويا. هو ابو حضرتك بيشتغل اله؟ ايوه. اه طب وابو حضرتك بجلاله قدره عاوز مني ايه؟ عايزك تسافر. اسافر؟ اسافر فين؟ من هنا. انت باين عليك صريحه. قولي لي بقى اتون اله الشمس ده مش يبقى برضه هو الدكتور حسن؟ حسن ازاي؟ حسن اللي اكتشف حول تحتمس جوز خالتك. تحتمس مش جوز خالتي، خالي جوز خالتي. يبقى في وسيط. وسيط؟ يعني حد قالك؟ ايوه اتون. يبقى اتون قال لحد والحد ده قالك؟ ايوه اخيت اتون. اخوكي مين؟ اخيت اتون ابن اتون اله الشمس ابويا. اسمعي الكلام الفارغ ده ما منوش فايده، لو كانوا هما فاهمين هيضحكوا عليا بواحده زيك يبقوا غلطانين. اتفضلي من غير ما ترد، قولي الاتون بتاعك اللعبه ما نفعتش. مين فين جاي؟ رخ الاسرع. بتعمل ايه؟ فلسع مين؟ مش هتبطل العاده بتاعتك دي. عاده ايه؟ اتفضلي انت رخ. في حد خرج من جنبك؟ لا مفيش. ده انا لسه مطلعها من الدولاب. ايه يمكن عند المكواجي؟ هي ايه اللي عند المكواجي؟ البدله. مش بتقول لسه مطلعها من الدولاب؟ بدله يا بني ادم هميس كانت واقفه هنا بتكلمني دلوقتي. والله مش مصدقني. اسمع انت قاعد تكلم نفسك وتقولي كان في واحده هنا، اجي اكلمك على عفاريت تقولي بلاش كلام فارغ. انا راح انام ومسافر بكره، ده اذا جاني نوم يعني. الراجل بيكلم نفسه؟ حد يكلم نفسه الا اذا كان مجنون. مش معقول ما اعرفش حبيتك ليه بونجور يا سامي. اقدم لك الدكتور شديد. مش دكتور بالظبط، يعني تقدر تقول كده اخصائي نفساني. اتفضل يا دكتور. لا مؤاخذه يا فندم، مش هقدر اعزمكم على اي حاجه عشان مدي اجازه للخدام. معلش يا استاذ سامي، احنا ما احناش ضيوف. يا دكتور كان سامي في الاقصر والظاهر انه تعب هناك شويه. الشمس لازم من الشمس. لا يا فندم وانت الصادق، اله الشمس. اله الشمس؟ ايوه يا فندم، اتون
وماله يا اخويا؟ اتون اتون بس يعيش. يعيش ازاي يا دكتور؟ ده ميت بقاله 5000 سنة. والله ما دقيت الا منك دلوقتي. البقية في حياتك يا ابني، شد حيلك. هو في الحقيقة ما ماتش لانه اله، وابنه اسمه اخيتاتون، واتون قال لاخيتاتون يقول هميس انها تمنعني. اه يا عيني، ما ابدعك ما اروعك. انا هبعت لك الجماعة من تحت. مع السلامة. هميس هميس يا حياتي هميس. إلا قول لي عدم المؤاخذة، حضرتك بتشتغل في وزارة الأشغال؟ إشمعنى؟ أصل حضرتك قاعد تقول الهويس الهويس الهويس. أنا بقول هميس يا دكتور. هميس دي آخر عروسة نيل في الأسرة السادسة. السادسة؟ طبعًا. وليه ما تكونش السابعة ولا الثامنة؟ هو كادر يا دكتور، دي أسر عائلات. طيب يا أخويا ما تزعلش نفسك، عائلات عائلات، أنعم وأكرم. صباح الخير يا هميس، جيت في الوقت المناسب، اسألها أنت بنفسك. هي مين يا ابني؟ هميس واقفة ورا كتفك. واقفة ورا كتفي أنا؟ واقفة ورا كتفي ليه؟ هي كده، تحب تلعب زي العيال الصغيرة. ده إيه الفتوح ده كله؟ ده أنت مهول، ربنا يزيد ويبارك. وريله نفسك يا هميس. لا، ما حدش يشوفني ولا يسمعني غيرك. ما هي دي المصيبة. أرجوكي تظهري ولو دقيقة واحدة علشان يشوفوكي. ده أنت لقطة، سبحان من أبدعك. هميس اعملي معروف، الحكاية بقت جد. يا ملكوت الله. أهي راحت، كويس كده؟ راحت. طيب يا أستاذ أنا عندي اقتراح هيعجبك أوي. اتفضل. حضرتك عندك مانع تشرف عندي في المستشفى؟ مستشفى؟ مستشفى إيه؟ المستشفى الخصوصي بتاعتي. ليه؟ عشان ترتاح. هو انا قلت لك ان انا تعبان؟ هو انت لازم تقول لي، ما المساله واضحه زي لطشه الشمس. ايه دول؟ دول هيساعدوك. لو حد منكم قرب مني هفقع نفوخه، فاهمين ولا لا؟ تسلم ايديكوا يا اولاد، تسلم ايديكوا. اربطوا لي الزبون بقى، اربطوا. ايوه. ايوه ايوه عال. يلا يلا يلا. طبعا عال 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 على خيرة الله. معلش. يلا اللي في الخير يقدمه ربنا. يسعدك بالسلامة يا حبيبي. كفاية بقى، أنا لسه ما موتش. أنت زعلان مني؟ لا مبسوط قوي. أنا عملت كده عشان مصلحتك. مصلحتي إن أنا أخش مستشفى مجازيب. ومين بس قالك إنها مستشفى مجازيب؟ أمال إيه؟ مستشفى ولادة؟ دي فيلا عشان الناس اللي أعصابهم تعبانة، وكل ولاد الزواج بيدخلوا فيها. أولاً أنا مش من ولاد الزواج، ثانياً أنا أعصابي مرتاحة، مرتاحة خالص. أهو ترتاح لك فيها يومين. يوه! أنا مرتاح! مرتاح خالص! والله مرتاح! مرتاح! انك ما بقاش طايق كلامي. انا مش طايق نفسي. طب انا ماشي، مش عايز مني حاجه دلوقتي. لا متشكر، هاجي لك بكره الصبح. مع السلامه. أنا ليه؟ أنا إزاي؟ أنا إمتى؟ إمتى؟ أنا مالي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت جيت إمتى؟ النهاردة. وقعد كتير؟ والله مش عارف. هما برضو اللي جابوك؟ هما مين؟ اللي جابوني. هما مين اللي جابوك؟ رواد الفضاء.
الفضاء. ايوه، اصل انا جيت الفضاء هنا من غير سفينه. من غير سفينه؟ اه من غير سفينه. شوف يا اسطى، اجي ليه بسفينه وانا مش عاوز؟ وبعدين مش سيادتك سالتني قلت لي هتقعد هنا كتير؟ ايوه اديني قلت لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بتطردني؟ ها؟ انت بتطردني؟ انت ضح؟ انت ازاي؟ وستين ازاي كمان؟ انت ليه؟ انت ديكي ديكي، انت صديقي، انت انيس البيت رفيقي. امشي. يا دع، انت لا تغض كويس. امشي. كويس كده؟ اخرتها مستشفى المجازيب. ما تزعلش. كل واحد يقول لي ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش، يعني اعمل ايه؟ افرح؟ طبعا تفرح. افرح ليه بقى؟ عشان انا فرحانه. يا سلام، وفرحانه ليه؟ عشان بحبك. بت ايه؟ بحبك. هو ده وقته؟ هو انتوا عندكم الحب له وقت. الظاهر عندكم المسائل كانت سايحه على بعضها. لا، احنا عندنا كل حاجه لها وقتها. احنا كمان كان كل حاجه لها وقتها، لكن الحب كان كل وقت. فضينا من السيره المهببه دي، خلينا في المصيبه بتاعتي. مصيبه ايه؟ مصيبه السجن اللي انا مسجون فيه ده. ما تخرج. اخرج ازاي وكل باب مسنكر بعشرين مفتاح؟ اول ما سقف بايدي تمشي ناحيه الباب. دلوقتي بقينا لوحدنا، تسمحي تقولي لي ايه الحكايه بالظبط؟ انت جايه ليه؟ واشمعنى اخترتيني انا بالذات؟ عشان انت بتحفر الارض. ما في ناس كتير بيحفروا الارض. لكن انت بتحفر الارض اللي فوق المقابر بتاعتي. طب وبعدين؟ وبعدين؟ بعدين بعتوني عشان امنعك. مين اللي بعدك عشان تمنعيني؟ اتون. فكرتيني. اتون قال لي اخونا اتون. اخيت اتون. اخيت. طب هتمنعيني ازاي بقى؟ همنعك. انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا. طب سؤال واحد كمان، اشمعنى اختاروكي انت بالذات؟ عشان انا اخر عرايس النيل. بالقصه السادسه. مظبوط. تسمحي تبطلي لعب وتردي عليا؟ اتعلمتي عربي فين وازاي بالسرعه دي؟ عربي اي لغه عندنا احنا في 5 دقايق. كده كده. طب تسمحي بقى في 5 دقايق تحلي لي المشكل ده؟ عايز يعني؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ انك تظهري قدام الناس ويشوفوكي زي ما انا شايفك، يسمعوكي زي ما انا بسمعك، علشان ما يقولوش عليا مجنون. ازاي ده يحصل؟ ما اعرفش. اتون. ومين هيقول لها تون؟ اخيتها تون. وانا هقول اخيتها تون. هو هيرضى؟ على شر. ايه هو؟ تبطل الحفر وتسيب العرايس مطرحها. يا حبيبتي انا بحفر عشان الناس، عشان البلد. ولا علشان نفسك، عشان تبقى مكتشف عظيم وتاخد فلوس. يعني كده وكده يعني. خلاص خليك منك. يعني ايه؟ يعني يا تبقى عاقل وتبطل حفر، يا تحفر وتفضل مجنون. حاجة حلوة خالص. عايز الناس تشوفني؟ يا ريت. تسيب البترول؟ ده مستقبلي يا ميس. احفر في حته تانية. حاضر. هقول لاخيك. هو هيقول لك تون؟ شاطر. خلاص؟ نامي هنا وانا هنام بره. لا، انا وانت ننام هنا. مش ممكن. ليه؟ علشان ما يصحش. ما يصحش ليه؟ اسمعي بقى، انت صغيره وانا انا مش صغيره. انا عمري 4617 سنه. انت عمرك كام؟ Thank you.
تيجي تاكل اللقمه معايا؟ اكل ليه؟ انت مش جعانه؟ انا ما اكلش. اجي اتفرج عليك. هاي عشان تفضل ساعة. أنا ساعة. هليسة. يعني إيه هليسة؟ يعني بحبك. هليسة هليسة هليس هليس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسف. أهلا وسهلا. تفضل. كنت بقول واخرتها. اخرت ايه؟ اخرت المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه ايه؟ مصيبه ايه؟ ما انتش عارف مصيبه ايه؟ خلاص انا غلطان. فهمني عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول حضرتك هتفوق امتى وتشوف حالك ومحتالك وشغلك. شغل ايه؟ هو في شغل؟ طبعا اكل عيشك. طب هو انا عملت حاجه؟ مش المدير مديني اجازه؟ عشان الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. فضك بقى من الحاجات دي واعقل. اعقل بقى. انا عاقل عاقل عاقل. لا باين. شوف مين. اهلا سياده المدير. ازيك يا سامي؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل. استاذن انا بقى. لا خليك انت مش غريب كده بقى يا سامي. انا جاي اكلمك كلمتين قدام فتحي. وفتحي زي اخوك. طبعا اتفضل يا فندم.
انت من يوم ما رجعت من الصعيد وحالتك غريبه جدا. ازاي يا فندم؟ والله انا مش عايز اخش في التفصيلات، كلنا عارفين ايه اللي بيحصل. ولا ايه يا فتحي؟ جدا جدا يا فندم، دي حالته صعبه خالص. ما اخبيش عليك، انا استشرت عدد كبير من الدكاتره، لانك انت طبعا عارف تهمني قد ايه. طبعا يا فندم طبعا. اولا انت انشط مهندس عندي في الشركه. ثانيا ديدي بنتي لازم تكون سعيده في حياتها. طبعا يا فندم. الدكاتره طمنوني وقالوا لي ان في اسباب كتير للحاله دي، انما كلها مسائل عرضيه تزول بسرعه. وفي دكتور نصحني نصيحه هي دي اللي انا جاي علشانها. ايه هي يا فندم؟ الحل الوحيد انك تتجوز. اتجوز؟ وماله يا اخي؟ اتجوز نص الدين. اسكت انت بس يعني. ايه ما انتش موافق؟ لا يا فندم مش مساله مش موافق، لكن ديدي وافقت نتجوز وانا لسه في الحاله دي. انا اقنعتها، ودي مساله علميه يا اخي افتوا فيها الدكاتره. الدكاتره؟ ايوه، واحد من كبار اطباء النفس قال لي ان سبب الازمه اللي عندك دي يجوز يكون من مراهقه متاخره. مراهقات؟ ما تهدى يا سامي، انت عارف ان نفس الانسان معقده واحيانا اطوار النمو بتتاخر. قصدك ايه؟ انا مراهق؟ انا مراهق؟ انا مراهق؟ اسكت. لا مش قصدي، يعني الاحلام اللي بتحلمها عروس النيل دي هي عروس الاحلام. احلام ايه بس؟ دي رواسب من فتره المراهقه، الجواز هيخلصك منها تمام. مراهقه ايه يا عالم؟ ده انا المراهق قال. خلاص يا اخي الله، هتلاقي واحد دكاتره كمان. ايه رايك نكتب الكتاب يوم الخميس؟ بعد بكره؟ وليه لا؟ انا قصدي يعني كنا نستنى شويه. الجواز في حالتك دي يعتبر علاج، وكل ما كان العلاج اسرع كل ما كانت النتيجه مضمونه. خلاص كتب الكتاب يوم الخميس والدخله بعدها على طول. الف مبروك يا سامي. انا سعيد جدا ان انت وافقت، وان شاء الله النتيجه هتكون خير. خليك انت بقى. عجبك كده؟ بس بس يا مراهق كسفتنا. Thank you.